اجتماعات دائمه ومستمره من اجل تدعيم صفوف النادي الاهلي في يناير. خلينا نقول اجتماع لجنه الكره بالنادي الاهلي مع جهاز الفني للنادي الاهلي والموافقه على رحيل عماد متعب ومؤمن زريه. لا انت يعني انت بتجيب اخبار معاك، يعني انت بتجيب اخبار وقرارات. الكلام اللي انت بتقوله ده مش صحيح خالص. يعني احنا عندنا افضل مجموعه من وجهه نظرنا وعمليا ورقميا موجوده في مصر، سواء كان هيبقى فيه تدعيم او غيره دي راجع طبعا لاحتياجاتنا، لكن لحد دلوقتي احنا الحمد لله رب العالمين عندنا مجموعه، ولو ما دعمناش في يناير الحمد لله قادرين ان احنا نكمل بشكل كويس، سواء كان في الدوري او الكاس او في بطوله افريقيا. كان في فرصه للتدعيم واستغلناها برده، ما فيش مشكله يعني. لكن بنتكلم كابتن على الموافقه على رحيل مؤمن زكريا ورحيل الكابتن عماد متعب. كل ده تحت الدراسه. انت بتتكلم على مؤمن زكريا في عرض، لكن متعب يعني اللي انت بتقوله ده الخبر ده. لو انت بتتكلم على خبر اجتهادي دي بتاعتك، لكن متعب عديته معايا كان بيتكلم على او بنتكلم معاه على الحته الفنيه المستقبليه، وجهه النظر الفنيه المستقبليه او في الفتره الحاليه. لو قلنا له في عرض في يناير ولا هو قال لنا في عرض بالنسبه له في يناير، فالكلام كله او الجلسه كلها منصب على وجهه النظر الفنيه في الفتره الحاليه، ملهاش علاقه ابدا بالرحيل ابدا. فلو ده خبر عندك انت دي بتاعتك انت يعني. مؤمن زكريا في عرض فعلا، بهنقش مع كابتن حسام في اليومين ثلاثه اللي جايين دول، لو في احتياج للفرقه وفي احتياج فني خلاص ما فيش مشكله. لو كان الامر في امكانيه ان هو يكمل او يروح يعني الامارات برده ما فيش مشكله، دي راجعه للرؤيه الفنيه يعني، هتتحسم في الفتره اللي جايه. بالتوفيق يا كابتن سعيد. شكرا.